من فضلكم السلام عليكم، مرحبا بكم في جنيف. سامحونا على هذا التأخير لطارئ تقني خارج على نطاقنا، ما نسالوش فيه بزاف. السلام عليكم، والله مرحبا بكم. راح نشرح لكم يعني برنامج اليوم ان شاء الله من خلال هاد لا كونفرنس. راح نضر دونك نسيو يعني كيفاش نديرو، يعني نسيو كيفاش نتريشيو شويه. دونك ما راحش تكون كلمه، دونك راح تكون كلمه يعني من جزئين. نبدا يعني ب 5 دقائق وان شاء الله نسيو نربطو في لافان باش ننطلق ديريكت في الاشغال تاعنا، في الندوه تاعنا. دونك مرحبا بكل اللي جا من قريب والبعيد. كاين بعض الناس بالك جدد هنايا، مرحبا بكم. ندير برك لمحه على حركه رشاد هنا في سويسرا، في مكتب خاصه في سويسرا. ما يخفلكمش يا ناس بلي حركه رشاد هي حركه اللي نشات في هدف سياسي، لهدف سياسي لانهاء حكم الاستبداد والفساد واحياء الامل لدى الشعب الجزائري. حركه رشاد اسست في 2007، اعضاء امانتها هم رشيد مسلي، اللي نقول له مرحبا بك او يشرفنا الان، دكتور مراد دهينا، البروفيسور عباس عروه، وضيفنا محمد العربي زيتوت، ومحمد سمراوي عضو يعني سابق للحركة. حركة رشاد عندها هدف، هي يعني نقدر نقولوا هو يعني حركة رشاد هي يعني منبر للجزائريين يعني اللي ما يقدروش يتكلموا كحركة سياسية الأولى. نشأت بعدها دونك تلفاز، يعني أول تلفزيون حر معارض، يعني هي كانت حركة رشاد، تلفزيون رشاد عفوا. دونك متعاطفين هنا في حركة رشاد هما جزائريين مختلفين الآراء توجهات سياسية، ولكن هم جزائريين يشاركوا قدر المستطاع. الحركة هذه هنا في مكتب سويسرا أعضاء هم اللي يشرفوا على نشاطها هنايا في المجال يعني الاحتجاجات ولا التضامن ولا لما تكون هذه الندوات مثل ندوة اليوم. وهنا الحركة هنا في سويسرا تلم كل الشعب الجزائري بكل يعني التوجهات ديالو، ولكن في نفس الوقت ترفض الحركة يعني عموما ترفض يعني أي كل من أجرم في حق الشعب الجزائري وبالدرجة الأولى الجزائر، يعني الناس اللي تثبت يعني في المأساة اللي هذه يسموها عشرية السوداء اللي خربوا البلاد ما يقدروش يكونوا في الحركة رشاد. هذه يعني عمومية على الحركة رشاد. وباش ننهي وإن شاء الله باش نبدأ نغتنموا الفرصة، راه هنا ضيفنا محمد العربي زيتوت. اللي يحب ينضم لحركة رشاد هي محلولة يعني مفتوحة لكل جزائري اليمن بفكرة التغيير السلمي، السلمي يعني لا عنفي. واللي يحب ينضم لنا مرحبا وسهلا به، يتصل بأي عضو هنا حاضرين في الصالة، ولا يعني يروح لموقع حركة رشاد ويعمر الاستمارة ديالو وإن شاء الله تكون عنده إجابة. والنقطة الأخيرة باش ننهي، يعني التمويل تاع حركة رشاد هي ما تقبل أي يعني تمويل خارجي. هنا في سويسرا ما نقبلوش، اللي مولوها هما أعضائها وبعد متعاطفين وكل جزائري يمن يعني بفكرة التغيير السلمي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحيل الكلمة لضيفنا محمد العربي زيتوت، يتفضل. شكرا لك أخي مراد، وشكرا إخواني في مكتب رشاد في سويسرا على هذه الدعوة الكريمة. ونكون متشرف بهذا الجمع الكريم، وأشكرك أيضا وأشكر إخوانك في المكتب لأنكم اخترتوا الحديث على قضية البعض يعتبرها تاريخية، لكن احنا نعتبروها دائما مش فقط حاضرة، هي حاضر ومستقبل ربما أيضا، ولكن هي قضية الاحتلال الاستيطاني الفرنساوي للجزائر. ربما هذا يخرجنا قليلا أو نوعا ما كأعضاء في حركة رشاد من المواجهات ومن الحديث ومن المستمر مع الجماعة، حتى ما نقولش العصابة اللي يتحكم في الجزائر. هذا يخلينا نرجع شوية الوراء نتذكر واش قام به جزائريين آخرين وكيفاش استطاعوا في ليل الكولونيالي كما يسميه أحد هؤلاء فرحات عباس، كيفاش استطاعوا في ليل كولونيالي ليل استعماري طويل وبعد أن ظن الجميع من أن الجزائر انتهت، كيفاش استطاع الرجال وأيضا النساء
أن يعيدوا الجزائر ويستعيدوها على الأقل من ناحية، ربما ناحية الأرض وإلى حد ما شكلية من ناحية السيادة. الواقع أنه في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر خرجت الجرائد الفرنسية، سواء اللي في الجزائر اللي تصدر في الجزائر أو اللي تصدر أوتريمير في باريس، خرجت بمانشيتات في جرائدها، ربما تظهر هنا تتحدث كلها على عمليات إرهابية شهدتها عدة مدن وعدة مناطق في الجزائر، وتكلموا أساسا على 8 قتلى أو 10 قتلى حسب المصادر، وعلى عدد كبير من الجرحى، وعلى أيضا خسائر بملايين الفرنكات. وبالفعل، لأن الليلة اللي سبقتها كانت عزيمة الرجال اللي ذكرتها كانت بدأت تجسد في عمل حقيقي فعلي يرتبط مع مقاومات في الحقيقة قبل 70 سنة أو 80 سنة كانت جرت، ولتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة الكفاح المسلح، الثورة المسلحة. لكن قبل الوصول لهذا، وأنا مش راح أتكلم على الثورة المسلحة لأن ربما كثير من الناس تكلموا عليها وربما فيه معلومات كثيرة عليها، لكن حبيت نرجع كيفاش وصلوا الجزائريين إلى هذه المرحلة الحاسمة في تاريخهم، بينما كانت كل التقديرات وكانت كل الاستطلاعات وكانت كل الأحاديث بين الجزائريين كان هناك يأس شامل ويأس كبير في سنوات ما بعد 50، خاصة في 53-54 اللي شهدت صدامات قوية جدا ما بين أنصار الاستقلاليين أساسا وفي مبيناتهم، وهم أنصار العمل المسلح اللي وصلت إلى غاية أنهم كانوا يضربوا بعضهم، وأحيانا حتى أعتقد أنه كان فيه جرحى وربما حتى قتلى نتيجة الخلافات اللي شهدتها الـ PPA MTLD في 53-54. إذا نرجع شوية للوراء، والوراء يقول أنه في 14 جوان 1930 وصل أسطول فرنسي إلى استوالي وبسهولة شديدة. نحاول نختصر في هذا الكلام لأنه طبعا راح نتكلم على حوالي 120 سنة، إذا راح يكون الكلام شديد الاختصار مع بعض المساعدة هنا في التقديم. إذا 14 جوان في استوالي، 3 جويلية في سيدي فرج، و5 جويلية الجزائر تسقط. وما أدراك ما الجزائر آنذاك، في مخيلة الأوروبيين وعند الشعب الجزائري، واللي كانت لمدة تقريبا 3 قرون من 1516-1518 بدأت تصبح سيدة على البحر المتوسط، وخاصة في القرن 17 والقرن 18. إذن تسقط وبسهولة كبيرة جدا في بضعة أيام، وتكون معاهدة الاستسلام وقعها حسن داي. وأهم ما جاء في هذه المعاهدة بالإضافة إلى الضمانات اللي أعطيت إلى حسين داي والمجموعة اللي كانت معه والمناصرين والقريبين منه من وزراء وأغوات وخواجات، أعطي تعهد رئيسي للجزائريين، كل الجزائريين، وهنا أقراه، بأن تبقى ممارسة الديانة المحمدية كما كانوا يسمونها حرة، كما أنه لن يقع أي اعتداء على حرية السكان من جميع الطبقات، ولا على دينهم وأملاكهم وتجارتهم وصناعتهم ونسائهم، وأن قائد الجنرالات قائد الحملة وباسم الحكومة الفرنسية يتعهد بشرفه على تنفيذ ذلك. سنرى فيما بعد إذا كان هذا الشرف بالفعل كان شرف، وهذا التعهد بالفعل تحقق أم لا. الواقع أنها مباشرة بعد ذلك بدأت مسيرة من طويلة ومتعددة من مسيرة المقاومة ومسيرة النضال ومسيرة الجهاد ومسيرة الاستشهاد، واللي دامت أكثر من 80 سنة، هي عبارة عن مقاومات شعبية بدأت ابتداء بعد سقوط دار السلطان، وبعد استسلام باي وهران واللي قدم كل الخدمات فيما بعد للاستعمار الفرنساوي، وباي تيتري اللي هو أيضا شاف بأن هذه فرصة ربما باش يأخذ مزيد من الصلاحيات
من عند الفرنسيس. في الحقيقة باي قسنطينة باي أحمد كان الوحيد اللي عارض الاستعمار وبدأ يعد العدة لكي يواجهوا ويخرجوا من الجزائر كل الجزائر، بالرغم أنه التنظيم الإداري اللي كان آنذاك كان شبه فيدرالي في الجزائر. كانت الجزائر مقسمة إلى دار السلطان اللي هي القصبة وما جاورها وهو مركز السلطان، وإلى البيات الثلاث. إذن بدأ في التجهيز المقاومة أحمد باي، وفي نفس الوقت تقريبا سنة سنة ونص بعد ذلك بدأ ظهر الشاب الأمير عبد القادر، وبويع على أنه أمير للجزائريين وللمسلمين في الجزائر، وبويع على الجهاد وتمت. ولن أطيل في ذلك، طبعا فترة باي أحمد باي استمرت 18 سنة وانتهت في 48، بينما فترة الأمير عبد القادر انتهت في 47 ودامت 15 سنة. والحقيقة أن فيه كلام كبير وأنا نحضر في هذا الموضوع، وكنت درست من قبل لكن عودت قريت الموضوع بطريقة جديدة في فترة اللي نعيشوها، فلقيت أشياء غريبة ربما سنذكرها في الأخير كملاحظات. إذن كانت هذه الاثنين، لكن في الحقيقة عام 1847 كان عام بائس في الجزائر، بحيث سقوط الأمير عبد القادر ثم سقوط بعد أقل من سنة باي أحمد. لكن مع ذلك في نفس الوقت كانت هناك ثورة الشريف بموعزة اللي انتهت أيضا في 47، ثورة سكان زعاتشة في جنوب بسكرة، ثورة شريف بوعود في جرجرة، ثورة شريف ببغلة في البيان والصومان والبابور، ثورة قويدر التيطري في المنطقة المدية، ثورة الحاج عبد الرحمن ولالة فاطمة نسومر في منطقة القبائل، ومقاومات في الحقيقة طويلة صدر إذا تظهر كلها هناك، واستمرت وامتدت أيضا للصحراء. كانت منها ثورة بن ناصر بن شهرة في 51-72، قبلها كانت ثورة الأغواط وتقرد في 52 أو في نفس الوقت كانت معاصرة لها، ثورة ولاد سيدي الشيخ البيض اللي استمرت أيضا فترة لباس بها، وفترة المقراني طبعا والحداد في منطقة القبائل. بمعنى أنها كانت مقاومات، الملاحظة الرئيسية فيها أنها كانت مقاومات شعبية. الأتراك العثمانيين في الحقيقة غادروا ما عدا الجزء منهم اللي هو الجزء الكراغلة، والكراغلة لمن لا يعرف من هم الكراغلة، في الحقيقة الكراغلة هم من أصول مزدوجة أو ميكست ما بين أب تركي وأم جزائرية، وأحمد باي كان كرغلي، وهذا ربما تخلي الفرق بينه وبين البيات الآخرين وبينه وبين النظام اللي كان قائم آنذاك. الملاحظة الرئيسية ربما تمر علي أن النظام اللي كان قائم آنذاك كان بالنسبة له قضية الحكم فقط، ولذلك قضية الهروب كانت سريعة، مثل ما كان بن علي لما جات سقط الحكم كانت الهروب سريع في الطائرة، يعني لم يكن لهم علاقة كبيرة بالبلاد وبالشعب ما عدا فرض الضرائب ونهب الأموال إلى آخره. بالرغم أن حسين داي في التاريخ يذكر أنه كان واحد من أفضل الدايات للجزائر، ولكن كان السوسة كانت نخرت النظام اللي هو يتحكم فيه العسكر بشكل كبير. الغريب في الأمر أيضا، وهذه من بين الملاحظات اللي وقفت عليها، أن النظام التركي اللي كان قائم آنذاك كان نظام له واجهة مدنية، ولكن الحكم يقع في يد مجموعات عسكرية تتواجد أحيانا في الديوان اللي كان عنده متشكل من 5 وزراء اللي هو رئاسة الحكومة، ولكن أيضا تتواجد من وراء الستار، وكانت تنزع أي داي أو أي باي في أي لحظة تريد عندما تختلف معه. هؤلاء كانوا العسكر الانكشاريين. على كل حال استمرت المقاومات، ولكن في النهاية ممكن لغاية استمرت لغاية 21 في منطقة تمنراست وعين صالح في منطقة التوارك، وهذا أيضا يعطي انطباع آخر للكثير اللي كانوا يقولوا أحيانا من أن الجزائر ربما فرنسا هي اللي صنعت الجزائر بهذه الحدود. ربما من ناحية الشكلية قد يكون ذلك، ولكن من ناحية العملية من ناحية المضمون أن المقاومة التوارك باعتبارهم جزائريين يؤكد أن الجزائر كانت تمتد فعلا لتلك الحدود، وربما حتى إلى أبعد منها قليلا في مالي والنيجر ربما. هذا في كلام أيضا. انتهت هذه المقاومات في النهاية، أنا لا أسميها بالفشل ولكن أسميها بعدم النجاح، لأن ربما الفشل مقياس الفشل والنجاح
إذا نظرنا لها أنها لم تحرر البلاد لم تطرد الاستعمار بكل تأكيد كانت فاشلة، لكن نظرنا لها من أنها استمرت في المقاومة بالرغم الإغراءات اللي كان يقدمها، لأن الاستعمار الفرنسي تعامل مع الجزائريين بثلاث طرق، أخذ جزء من الجزائريين وضعهم متعاونين معه، بدأهم بالصبايحية اللي يسمونهم الصبايحية أو الإسباي، وانتهاء بعدين بضباط فرنسا في الجيش الفرنسي، لكن مرورا بالقومية ومرورا بالقياد ومرورا بكلهم، ولكن الآخرين الجزء الأكبر من الجزائري الآخرين تعامل معهم بالاستئصال. كانت الاستراتيجية هي استراتيجية استئصالية اللي كان نفذوها الأوروبيين البيض في أمريكا، خاصة في أمريكا الشمالية، كانت نفس الاستراتيجية اللي تنفذ فيها فرنسا. سلم الله ولم تتمكن من الاستئصال كامل، لكن قامت بمجازر ليس لها حدود. وصراحة أيضا وأنا نراجع في هذا الموضوع وأنا نقرأ فيه بالرغم أني كنت قريت على الموضوع من قبل، لا نستطيع أن نتصور حجم الإجرام اللي ارتكبوه والبشاعة. وربما نقرأ لكم بعض يعني أخذت واحدة ثلاثة أو أربع مقاطع من جنرالات مثل مونتانياك مثل آخرين اللي يذكروا في مذكراتهم ماذا كيف كان يفعلون وماذا كان يفعلون، وحتى بما فيهم الصبايحية اللي من بعد واحد منهم مشهور يسمى يوسف كيفاش كان يقطع الوذنين نتاع خاوته ويحاسب بهم، يقطع الرؤوس. طبعا انا ذا كانوا باش يحاسبوا ما يحاسبوش بالرأس، يحاسبوا بالوذنين باش يروح ياخذ عليهم المقابل، يعني شحال قتل. اذا كانت عملية إبادة حقيقية، عملية استئصال حقيقي، وهذا من ناحية العملية. ومن ناحية القوانين بدأت وضعت قوانين رهيبة كلها هدفت إلى أن هذه الأرض هذا الشعب يتم إقصاؤه، يتم طرده واستبداله بشعوب أخرى، شعوب أوروبية، وتوضع قوانين في هذا الإطار. وبالتالي دخلت قوانين نزع الأراضي، قوانين العقوبات اللي كانت تسلط على الجزائريين، خاصة عندما تحدث انتفاضة من الانتفاضات أو مقاومة من المقاومات. وانتهى الأمر إلى غاية مثلا بعض القوانين، طبعا وأصبحت الجزائر ابتداء 1944 بعدين في الدستور 46-48 أصبحت قطعة لا تتجزأ من فرنسا. مرات كثير كنا نظن أن الجزائر الفرنسية بدأت فقط مع الجمهورية الرابعة أو هكذا كان يقال لنا، وفي الحقيقة لا، أنها بدأت منذ الأيام الأولى أن الجزائر هي قطعة لا تتجزأ من فرنسا، وتقسمت إلى لتروا ديبارتمون اللي بقاوا ماشيين فيما بعد. واحد من القوانين البائسة أيضا كان قانون الجنسية أو الأسماء، يعني هذا صدر في 1882، وهذا لم يكن يراد منه فقط تحطيم البنية السياسية الاجتماعية للجزائريين، لأن الجزائري كان يسمى مثلا أحمد بن عبد القادر بن علي الوهراني، أحمد بن علي بن عمر الحداد إلى آخره. لا طبعا تغيرت الأسماء وأعطيت لنا أسماء، هذه اللي نحملوها الآن تقريبا كلنا، أعطيت لنا أسماء، وأحيانا كانت أسماء بائسة، أسماء حيوانات، وفي أحيانا أخرى ما لم تكن فقط أسماء حيوانات، كانت أسماء بذيئة فاحشة وسفيهة بما فيها الإهانة، يقصد بها الإهانة. وما نذكرش الأسماء أخرى اللي ربما كثير من الناس يعرفوا اللي ما زالوا يعانوا منها كل الجزائريين. والغريب في الأمر أنه بعد 130 سنة ما زال الجزائريين يعانوا من هذه الأسماء، وأحيانا معانات كبيرة. أنا نعرف ناس، يعني فيه الناس اللي كانوا يعانوا كانوا درسوا معايا معاناة شديدة جدا من هذه الأسماء. عموما انتهت هذه المقاومات وركزت فرنسا قوتها بشكل لم يسبق له مثيل، لكن في نفس الوقت تبدأ مقاومة أخرى اللي ممكن نسموها الآن بالمقاومة اللاعنفية أو المقاومة السلمية أو مقاومة الحركة الوطنية، اللي بدأت أثارها الأولى أو إذا شئنا البدايات الأولى بدأت في 1900 في الحقيقة، ثم بأشياء بسيطة، أشياء إصلاحية تدعو على الأقل للحفاظ على أمور بسيطة، يعني ظهرت مثلا الجمعية الراشدية، الجمعية التوافقية، نادي صالح باي، هذو كلهم ظهروا ما بين 1900 و1910. جاءت الحرب العالمية الأولى خفت الأمور، ثم يظهر الأمير خالد مرة أخرى اللي هو كان متواجد في ولد في سوريا، حفيد الأمير عبد القادر، ولكن في الحقيقة رحل الجزائر في مرحلة الحرب الأولى واستقر بها وبدأ
بالمطالبة بالاستقلال. كثيرين في الحقيقة ربما يخذلوا الأمير خالد وما يتذكروش هذا ويعتقدوا أن اللي بدأ أول واحد هو مصالي الحاج. نعم مصالي الحاج هو اللي صدع بها بشكل كبير وكان أقوى صوته أعلى، لأن الأمير خالد في الحقيقة ما بقاش كثير واعتقلوه الفرنسويين ورحلوه، كان هذا في 1919. في هذه الفترة حتى مصالي الحاج يذكر ويقول باللي أنه من بين الأشياء الكبرى اللي حركاته هو لما زار الأمير خالد تلمسان وألقى فيها محاضرة في 1920 ربما 1921 قبل ما يتم ترحيله تماما، وأنه تأثر كثيرا بذلك. طبعا تبدأ الحركة الوطنية تأخذ اتجاه آخر مع خاصة الجمعية العلماء المسلمين ومع مصالي الحاج اللي كانوا تقريبا في نفس المسار وهو العشرينات. مصالي الحاج بالمفهوم الوطني مع الارتكاز على البعد العربي الإسلامي، والجمعية بالمفهوم الإصلاحي الإسلامي مع الارتكاز على المفهوم الوطني والتاريخي للشعب الجزائري. يعني في الحقيقة أنا أعتبر أنه كان عمل متكامل، وإن كان كثير من الناس حطوهم أحيانا في أنه وكأنه أحيانا كان عمل تضاد، وكانت علاقات قوية تربط ما بين مصالي الحاج ومن معاه ورجال جمعية العلماء المسلمين. طبعا بدا الامر بالنجم الشمالي الافريقي ليتوال نور افريكان في 26 لتحل في 29 ثم لتستمر تحت النشاط بشكل او باخر ثم لتحل رسميا مره اخرى في 36 لينشا حزب الشعب في 37 البي بي ليحل مره اخرى بداية مع الحرب 39. في هذه المرحلة مصالي الحاج كان في معارك كبرى وكان يدخل السجون أكثر مما يخرج منها، بما فيها سجون مر تقريبا على أكثر السجون الجزائرية، ثم فيما بعد كما نعرف رح إلى 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 فرنسا. في هذا الوقت أيضا ظهروا آخرين مثل فرحات عباس رحمه الله، وبمفهوم طبعا في البداية فرحات عباس لم يكن يعتقد أن الجزائر وجدت يوما ما، وقال تلك المقولة الشهيرة في 36 من أنه سأل التاريخ ولم اختصارا يعني ولم يعلم أن الجزائر قد وجدت، ولكن أسس هو أيضا الأول شيء اللي هو اللوبيا لينيون بوبيلار ألجيريان على ما أذكر، وفيما بعد يؤسس أحباب البيان لزاميد مانيفيست في 44 ثم يؤسس ليدما في 46. الجمعية جمعية العلماء المسلمين راح تأخذ جانب آخر وتركز على الجانب الإصلاحي أيضا، ولكن أيضا كانت في الحقيقة عندها مطالب سياسية. وأنا أيضا هذه من الأشياء اللي فاجأتني أنه كثير من الناس ينفوا أنه جمعية العلماء كانت لها مطالب سياسية. ربما الخطيئة اللي ارتكبتها هي مثل ما ارتكب فرحات عباس في اعتقادي في 36 في الكونغري ميزيلمون اللي كان في فرنسا واللي كانت المطالب بائسة وكانت خطيئة في اعتقادي، نفس الشيء اللي ارتكبه فرحات عباس في هذه المقولة، لكن كلاهما تراجع عن هذا الخط. ويقال هنا أيضا أن مصالي الحاج حقيقة له الفضل في ذلك في التأثير، وكانت تربطه علاقات قوية بالاثنين في ذلك. بروحي مازال ما بديت انا كاع راك تقول لي قريب تخلص. في 37 يعقد مؤتمر في، ويقول مصالي الحاج قولته المشهوره في لقاء كان ضم الجزائريين، وكان لم يدعى عليه مصالي الحاج، ولكن بن باديس دخل لكي يقول كلمه، ويقول هذه المقوله الشهيره هذه الارض ليست للبيع، يرفع شويه تراب بيده في ما يعرف الان ب الستاد نتاع الفان اوت ملعب العشرين اوت. طبعا تأتي الحرب الثانية بكل مآسيها. في هذه الفترة حتى لا أنسى شخص يلعب دور كبير ومهم رحمه الله ولكن يعدم بعد فترة قصيرة، وهو محمد بوراس يأسس الكشافة الإسلامية ويعدم في 41. والحقيقة لماذا يعدم في 41؟ لأنه باختصار بسيط الأب الحقيقي والأول للمنظمة الخاصة لوس هو محمد بوراس، بالرغم أن محمد بلوزداد رحمه الله اللي راح يتولى رئاستها الرسمية الأولى لما تنشأ في مؤتمر للام تي ال دي في 47، انشاها مؤتمر الام تي ال دي في 47 راح يتولى رئاستها محمد بلوزداد، لكن محمد بلوزداد بمرض السل يموت شاب ويموت صغير، فيخلف ايت احمد
ثم تكون إشكالية وتطرح مشاكل ما عرف بآنذاك بالأزمة البربرية في 49 ليتولى المنظمة الخاصة فيما بعد بنبلة ويسجن في 52 أو في 50 في الحقيقة لما تكتشف أمر المنظمة الخاصة. أنا نحاول نختصر لأن الوقت لم يبقى كثيرا، ولكن المنظمة الخاصة هنا أيضا ملاحظة أساسية عليها بدون ما ندخل في تفاصيلها وفي تنظيمها، وكان في الحقيقة تنظيم محكم جدا استفادوا منه الجزائريين نتيجة لمشاركتهم في الحرب العالمية الثانية مثل بنبلة ومثل كريم بالقاسم، ولكن آخرين أيضا مثل علي محساس واللي شاركوا في الحرب أو اللي ما شاركوش مثل أي تحمد وبوضياف، وكل هؤلاء اللي هم فيما بعد في 54 راح نعود نجد الأسماء وهم في الحقيقة اللي يكون اندلاع الثورة عن طريق أيديهم. طبعا في المرحلة ربما اللي لازم نعطيها شوية حقها فقط هو أنه الـ MTLD لما أسس المنظمة الخاصة في 47 كان هناك صراع، كان صراع الأجنحة بدأ داخل جناحين رئيسيين، جناح اللي يعرف فيما بعد بالمركزيين وكان يقوده آنذاك لامين دباغين، وجناح المصاليين وكان طبعا برئاسة مصالي ولكن اللي كان معها خاصة أحمد مزغنة. كان هناك خلاف حول التعامل مع النظام الاستعماري، كان بدأت تظهر حول مصالي مجموعات تعتقد من أنه ممكن أيضا أن ندخل في المسار السياسي الانتخابي، وبالفعل دخلوا فيه حتى نحرج الإدارة الفرنسية. وكان الخط الثاني يقول بأن هذا خط مضيعة وقت وأننا سنضيع مثل ما ضاع فرحة عباس وليدما وأحباب البيان وغيره، وبالتالي الخط الاستقلالي السلاح هو الأصل. فصارت خلافات، فمؤتمر 47 كان وكأنه مخرج ما بين الطرفين بحيث مشاف الخط السياسي الانتخابي وقالوا أنه هذا تكتيك، ومشى أيضا أنشأ المنظمة الخاصة وأحيى البيبيا بقيادة محمد بودة اللي خلاه، لأن البيبيا في هذا الوقت كان محظور. لكن طبعا هذا كان نوع من الترقيع إذا شئنا، لأن الخلافات ما تلبث أن تنشأ من جديد وتندلع بين المركزيين ومصالي الحاج، وتظهر قضية الزعامة عن مصالي الحاج، وتظهر قضية البيروقراطية كما اتهمهم عند المصاليين، ويعود مرة أخرى جماعة المنظمة الخاصة اللي كانت المركزيين والمصاليين كلهم كانوا تبرّوا منها لما فرنسا كشفتها. والحقيقة فرنسا كشفتها لأن كان معاهم واحد أساسي يسمى الحاج جلالي أو معروف ببوكابوس أو بوخابوس، هو اللي كان عميل عند الفرنسيين، هو اللي خبر على المنظمة الخاصة، وأدى ذلك إلى اعتقال المئات منهم بنبلة وعلي محساس، ولكن حوالي يقولوا ما بين 400 إلى 500 وتحطيم المنظمة الخاصة. لكن عاد أي تحمد قبل ما يسافر، ولكن خاصة بوضياف وبالمهيدي وبن بولعيد، هنا يدخلوا عناصر أخرى، عادوا لإحياء المنظمة الخاصة وهي التي سترتب من جديد الأمور في سرية. في هذا الوقت كان كما بديت الحديث كانت الصراعات وصلت إلى الضرب، مش فقط الشتم وكذا، ولكن الضرب العصي ومرات محاولة الاغتيال، إلى درجة أن مرباح وكان أحد عناصر البارزة في حركة مصالي يقول لمصالي يبعث له رسالة ويقول له اليوم ضربنا الجماعة الباتريوت، هذه كانت نشرة تصدر عن لوس، نشرة سرية، يقول ضربناهم وكسرناهم ورايحين ننهوهم في هذه الأيام في القصبة، يعني باش نعطوا الطبيعة اللي كان وصل لها الصراع. المهم وجدنا أنفسنا أمام ثلاث أطراف، المصاليين المركزيون والمنظمة الخاصة. المنظمة الخاصة تشكلت إذا شئنا من العناصر الأكثر راديكالية، الأكثر تشددا، الأكثر إيمانا بقضية أن ليس هناك حل إلى العمل المسلح، بينما المركزيون والمصاليون أيضا وهذه للتاريخ حتى نذكرهم كانوا يؤمنون بالعمل بالاستقلال، كانوا يؤمنون بالعمل المسلح، لكن كانوا يقولون أن الوقت ليس الآن، وهذه مركزيون والمصاليين يتفقون عليها، وإن اختلفت تفسيرات، كان كثير اللي يقولوا لا أن المركزيون كانوا مع العمل المسلح واللي كان يعطل في العمل المسلح والمصاليين. في الحقيقة من خلال دراستي وبحثت في كثير من الكتب لقيت أن هذه المقولة ليست دقيقة جدا، يعني أنهم كلاهما كان يؤمن بالاستقلال وكلاهما كان يؤمن بالعمل المسلح، ولكن كان يريد تأخير الوقت
والمركزيون كان عندهم مشكلة كبيرة، وهو أن مصالح الحاج زعامة أصبحت لا تفهم الواقع ولا تفهم ما حدث خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بينما المصاليين اعتقدوا أن مصالي وهو أبو الوطنية لابد أن يقود هذه المرحلة. طبيعة الحال تأسست الكرية في مارس 54، والكرية وهي اللجنة، لجنة من أجل الاتحاد والعمل، لجنة ثورية من أجل الاتحاد والعمل، تأسست في مارس 54. في نفس الوقت كان الامتيالدي عنده مؤتمر للمركزيين ومؤتمر للمصاليين، يعني كان الصراع مازال مستمر، وكانوا يشتغلوا في شبه سرية ويحضروا في نفوسهم. بدأ السلاح يصلهم من ليبيا أساسا، وبالمناسبة أحد أهم الأسباب ايضا اللي كانت هناك اسباب كثيره ساعدت الثوره الجزائريه، ربما استفاده من التجارب السابقه، بحيث انهم يوم اندلاع الثوره لم تندلع كما كان يحدث في منطقه الشرق او في منطقه الغرب فقط او في منطقه الجنوب فقط، وانما اندلعت تقريبا على كافه التراب الجزائري ومست عشرات المدن. هذه كانت واحده من الاستراتيجيات اللي فهموها واللي لماذا فشلت المقاومات السابقة. الأمر الثاني أنهم أعلنوا عن جبهة، ولم يعلنوا لا عن حركة ولا عن حزب، وإنما جبهة لتجمع أكبر عدد ممكن من الجزائريين. الأمر الثالث البيان الذي قيل بيان أول نوفمبر يعتبر بيان رائع بكل المقاييس، ونحن ما زال بعد 60 سنة نعتبره أحد أهم الوثائق المؤسسة، ولربما دائما سنستند لها في تحركاتنا. البيان كان ممتاز من كافة النواحي، لا أدخل في التفاصيل لأن الوقت لا يكفي. أيضا اختيار التوقيت كان توقيت ذكي جدا، بحيث اختاروا الموعد اللي يسمى نتاع كل القدسيين أو كل القديسين لاتوسان، اختاروا يوم أحد وين يكونوا الناس في الغالب في عطلة، وهي أصلا كانت عطلة مستمرة نتاع بضعة أيام. اختاروا توقيت جيد، كانت لكن الظرف الدولي أيضا ساعد، حيث آنذاك كانت الصين الشعبية انتصرت، كانت الاتحاد السوفيتي يظهر بخطاباته ضد الإمبريالية والاستعمار وإلى آخره، كانت الهند أيضا، ولكن الأهم من كل هذا كانت هزيمة المروعة تاع فرنسا في ديان بيان فو، واللي خلت الجزائريين يشعروا باللي هذا ماهوش الجيش الذي لا يغلب ولا يقهر، واللي قهرنا أكثر من 100 سنة هذو كرتون وممكن نغلبهم، وكانوا جزائريين يقاتلوا معهم وشافوا كيف انهزم هذا الجيش. بل أنا شارك في هذه الحرب خال الوالد قال أن كثير منهم انضموا للفيتناميين يقاتلوا ضد الفرنسيين، مع أنهم راحوا يقاتلوا مع الفرنسيين يعني في الأصل، لأنهم يعني اخذوهم عنوة. النقطة ربما الأخرى أيضا هي الدور المصري، كان دور إيجابي جدا لعبد الناصر، وربما أنا لم أجد لعبد الناصر شيء إيجابي يذكر ربما إلا في قضية في البداية الثورة الجزائرية، ولكن خاصة الدور الليبي اللي يلعب دور كبير جدا في مد الجزائريين، لأن الحكومة كانت مستقلة والملك اللي كان هناك كان من أصول جزائرية وكان يشعر برباط قوي بالجزائر، ولكن أيضا نتيجة لتواجد أسلحة كبيرة جدا مخلفات الحرب العالمية الثانية في المنطقة. كل هذه الظروف داخلية وخارجية ساهمت ودفعت بالوصول لأول نوفمبر. هناك ملاحظات أذكرها على السريع فقط لهذه المرحلة كلها إذا سمحت، ممكن 3 دقائق ليس أكثر. ملاحظات الأساسية، ملاحظة الأولى أن اللي سهل الغزو الفرنسي وبتلك السهولة وبتلك السرعة، وأيضا لأغراه في الأصل، هو أن النظام الجزائري اللي كان قائم آنذاك كان يتميز بثلاثة أو 4 مميزات أساسية. أول ميزة أنه كان منقطع عن الشعب الجزائري، يعني كانوا مجموعة 4000 من الأتراك اللي مسيطرين على القضايا الرئيسية والمراكز الرئيسية، في الحالات معينة يشركوا معهم بعض الكراغلة، بالمناسبة الكراغلة كانوا مطرودين من العمل معهم لأنهم حاولوا يقوموا بانقلاب في 1630، لكن في النهايات حسين داي حاول يجيب البعض من الكراغلة وضمهم، كما قلت أحمد باي أو كمحمود حمدان خوجة مثلا، وحمدان خوجة بالمناسبة عنده كتاب ممتاز أنصح بقراءته اللي يسمى المرآة، كتبه بالفرنسية الميروار وبعدين ترجم، وكان يتقن عدة لغات ويحكي على فترة الجزائر آنذاك كيف كانت يعني، وأيضا على دخول الاستعمار إلى آخر. لكن حمدان خوجة يحكي على فترة النظام الجزائري اللي كان ذاك، فكان يتميز إذن بهذه أنه كان منقطع عن الشعب الجزائري. الأمر الثاني كان فيه صدمات كثيرة، فمثلا الآغا يحيى
هذا كان هو وزير الدفاع وكان المفروض هو اللي يقود المقاومة ضد الفرنسيين، ولكن نتيجة لصراعات داخلية أزاحوا حسن داي وضع بدله صهره اللي هو لآغا إبراهيم، وآغا إبراهيم هذا كان عبيد لا يعرف من الحرب شيء، وبالتالي الهزيمة كانت مؤكدة. هذا الآغا اللي كان هو وزير الدفاع، هذا كمثال بسيط. ولكن أيضا كان حكم الإنكشاريين العسكر اللي كانوا يديروا الأمر من وراء الستار ويحركوا ويسقطوا الداي اللي ما يعجبهمش يسقطوه ويأخذوا في مكاسب أساسية، وهم أساسا جيوش انكشارية كما نعرف في الدولة العثمانية، حتى لا أدخل أيضا في تفاصيل الدولة العثمانية لأن أيضا تأثيرات مع الباب العالي ومع الدولة العثمانية كان عندها أدوار، أيضا العلاقة المتردية مع الأمريكان، ربما الجزائر كانت عندها علاقة سيئة جدا مع أمريكا في حين أن علاقتها مع بريطانيا كانت جيدة جدا مثلا، هذه أيضا ربما لعبت دور لأن الإسبان والفرنسيين وبعد كلهم شافوا بأنها ضرب الجزائر الأساسي. طبعا عارفين مؤتمر فيينا 1815، مؤتمر لندن إكس لا شابيل، هذه كلها كانت مؤتمرات من أجل تقسيم إفريقيا وآسيا، ولكن أيضا معركة نافارين وسقوط الأسطول الجوي فيها لما راح يدافع كان واحدة من ربما الأسباب المباشرة للضعف. النقطة الثانية والملاحظة الثانية وثوق الجزائريين بالمعاهدات مع الفرنسيين. للأسف كل ما بحثت لقيت أن الجزائريين كانوا يقتنعون ويعتقدون بأن فرنسا ستنفذ وثائقها ومعاهداتها وما واتفاقيتها، وهو ما لم يحدث، بحيث أن معاهدة التسليم مثلا في البداية في الأيام الأولى لمعاهدة التسليم قتلوا أكثر من 3000 مصلي في جامع كتشاوة، وحولوا جامع كتشاوة اللي هو كان قلب كان مسجد رئيسي في الدولة الجزائرية آنذاك، حولوه إلى كنيسة بالرغم أنه يقول أنه بشرفي سيحمي الدين والمعتقدات وإلى آخر. ثم حتى مع الأمير عبد القادر في اتفاقية التافنة أو في اتفاقيات أخرى يعني قبلها وبعدها، كلها كانت كثير من الحالات خداع لربح الوقت ولتكسير مقاومة. مثلا اهتموا بالأمير عبد القادر لما وافقوا معه أو لما اتفقوا معه في التافنة، اتجهوا لأحمد باي وحطموا قسنطينة ودخلوا قسنطينة اللي دخلوها في 37. بعد 7 سنوات لم يكونوا يستطيعوا دخولها حتى استطاعوا أن يحيدوا إلى حد ما الأمير عبد القادر. وأيضا للأسف العلاقات ما بين الأمير عبد القادر وأحمد باي كانت سيئة، وصلت أحيانا وبكل مرارة إلى صدام مسلح بيناتهم، وهذا له أسباب متعددة لا أستطيع التفصيل فيه الآن، ربما تحدثوا عليه في النقطة الثالثة. أن فرنسا كما قلت سعت منذ، أو الملاحظة الثالثة البارزة، أنه منذ اللحظة الأولى كان الهدف استعمار الجزائر، استعمار استيطاني واستئصال شعبها بكل الطرق، ولذلك كان طمس الهوية، طمس اللغة، طمس الدين، كل القوانين الأراضي خاصة، كل القوانين كانت تهدف لتدمير هذا المجتمع واستبداله بشعوب أوروبية أخرى. ملاحظة الرابعة وهي مؤلمة أيضا للأسف، الخيانات في الطرف الجزائري والتعاون مع المستعمر، بدأت بالصبايحية هذون كما يسمون الجزائريين واللي كانوا جهاز منظم بشكل أو بآخر، لكن مشات بعدين للقومية للقياد لي بشكل كبير، ومعناه حتى أنه قريت أنا مذكرات أحمد باي يقول أنه قتاله للجزائريين والتوانسة اللي كان يقاتلهم أكثر من المعارك اللي دارها مع الفرنسيين. أيضا كانت مشكلة مع باي تونس في التاريخ هذا، على عكس سلطان المغرب صحيح أيضا أخل ببعض المعاهدات مع الأمير عبد القادر، لكن كان تحت الضغط أكثر منه كان تحت التعاون، بينما باي تونس كان متعاون في المعركة، وخاصة الجزائريين. أحمد باي خدع حتى من خاله بن قانا، وبن قانا هذا في التاريخ كارثة بكل المقاييس، واللي سموه الفرنسيس فيما بعد شيخ العرب، وأطاول أنه هو يقود العرب في منطقة بسكرة وما جاورها لفترة طويلة يعني، وبقى حتى خرجت فرنسا بقاتل في ذريته يعني. إذن فقضية الخيانات هذه لا تبدأ مع الضباط الجيش الفرنساوي أو الديداف، أو إنما هي تاريخ متواصل، وهذه حقيقة علينا أن نتحدث عنها بكل صدق وبكل صراحة. نعم في كل شعوب هناك خونة سيتعاونون مع المستعمر، وعلينا أن نفهم ذلك ونعرف ذلك. ولذلك أيضا لما نجد اليوم الناس اللي راهي مثل مع هذه أنظمة الإجرام والاستبداد نجد أنواع متعددة، ولذلك لازم نفهم أن هذه طبيعة بشرية وستبقى دائما مع البشر، ما فيش نقاش يعني. الأمر الخامس
أو ننتقل الملاحظة الأخرى، المقاومة المسلحة وإن كانت في الغالب محدودة زمنيا وجغرافيا إلا أنها عمت التراب الجزائري واستمرت لما يزيد عن 80 عام وليس فقط 70 عام، أن بدأت مقاومة عنفية حقيقة وإن كانوا لم يسموها كذلك، واستمرت بالطرق، أي استمرت المقاومة الجزائريين بطرق أخرى، لم يتوقف الجزائريين أبدا، ربما على فترة قصيرة جدا في حدود ما قبل الحرب العالمية الأولى يعني. ملاحظة أخرى أيضا اللي تميزت به السياسة الفرنسية هي المجازر. هناك مجازر ليس لها عد وليس لها حدود وليس لها تعبير لوصفها في بشاعتها، مش فقط قتل الناس كما نقولوا الآن بالكيمياء، لأنهم كانوا يدخلون داخل الجروت ويغلقوا عليهم ويدخلوا ويشعلوا النيران وتدخل الدخان بالحيوانات نتاعهم، وكانت الحيوانات طبعا تتأثر كثير من الدخان، تقتل الناس حتى قبل أن يقتلهم الدخان من شدة، لأنه يغلقوا عليهم كل شيء. مش فقط هذا، أو قطع الرؤوس كما يقول واحد من الجنرالات، يقول عندما أشعر بالإنزعاج أخرج لقطع الرؤوس، لا أقول قطع رؤوس الخرشف ولكن أقول قطع رؤوس العرب، يعني كي 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 يطلع له شوية الأخر يخرج باش يقطع رؤوس العرب بدل من قطع رؤوس الخرشف. إذن المجازر هذه اللي استمرت، فجاءت مجازر 45 لتذكر الجزائريين أن هذا استعمار، المجازر استعمار إبادة. ولذلك الجماعة الاستقلاليين وجماعة الكفاح المسلح خاصة المنظمة الخاصة أكثر، وأنا استمعت لبن بلة وهو في شهادته على العصر، أكثر شيء يقول اللي خلانا نمشي في بقوة وباندفاع كبير هي مجازر 8 مايو، لأن شهدناها ولم تعد تاريخ يروى لنا أو يحدث لنا من تاريخ شفوي. إذن لعب الدور فيما بعد في إشعال الثورة المسلحة. عاشرا وأخيرا، كما قلت، الدور أو الإقليم الدولي، الوضع الدولي والإقليمي المناسب. والحقيقة أنا هنا أذكر وقد عشتها أنا شخصيا أن ليبيا ربما لعبت أكبر دور، وهذا للأسف مش موجود كثير في الكتابات لأن الليبيين مثلنا ما يكتبوش كثير مثل الجزائريين، هي أكبر مساعد للشعب الجزائري في فترة الكفاح وقبل الكفاح حتى، ومصر إلى حد ما، وتونس والمغرب أيضا لهم أدوار، أي أن إخواننا اللي كانوا يحوطوا بنا لعبوا دور كبير، وأحيانا تعرضوا لقمع ولقهر ولبما فيها قصف ساقية سيدي يوسف، كانت رسالة من عند الفرنسيين، وبما فيها ما حدث للمغاربة عدة مرات إلى آخره. إذن كان تعاون وكان مساعدة حقيقية، بالإضافة إلى أنه أيضا كان هناك شرفاء من الأوروبيين وبما فيهم شرفاء من الفرنسيين اللي عرفوا بالفرير دي فرير أو لبورتيو دي فاليز، اللي كانوا أيضا حقيقة خاصة من اليسار، بعض اليسار ليس كل اليسار، أو بعض المفكرين مثل بور سارتر أو غيره، اللي كان دورهم جيد وإيجابي يحسب لهم في وقت كانت الظلام دامس. وكما يقول في رسالته مفدي زكريا في رسالة مؤلمة يبعثها لابن بلة في 65، يقول لما كانت السماء والأرض، ربما نتحفظ على هذه الكلمة، لكن لما قال هو لما كانت كل شيء ضدنا، كانت السماء ضدنا والأرض ضدنا، كان كل العالم ضدنا، تحركنا وتحركنا في ذلك الوقت. طبعا هذه أختم بها لأن هذه كانت رسالة شاعر الثورة مفدي زكريا اللي انفاوه من الجزائر لأنه رفض أن يقول شعرا في الحاكم فنفي ومات منفيا في تونس. وتحياتي لكم وشكرا لكم على حسن الاستماع، حاولت أن أختصر 120 سنة.